ينطرك منها الدماء. يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب لأهل الإيمان، لأهل التقوى، لأهل الورع، لأولئك الذين يتبعون منهج الله سبحانه وتعالى. ذاك الخطاب الذي هو محبب إلى نفس كل إنسان مسلم، إلى قلب كل إنسان مسلم، أن يخاطبك الله سبحانه وتعالى بخطاب الإيمان. فإذا ما خاطبك الله سبحانه وتعالى هذا الخطاب، فمعنى ذلك أن هناك أمر أو هناك نهي
هناك وصية ينبغي أن تأخذ بها، وصية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإنسان المؤمن، يا أيها الإنسان المسلم، يا أيها الإنسان الذي ابتلاك الله عز وجل بفقد عزيز أو بفقد حبيب أو بأخذ مال أو بأي ابتلاء أو بأي محنة، انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لا بد لك من الصبر، لا بد لك من التحمل، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، الأمر جلل، الأمر كبير، الأمر عظيم، والله سبحانه وتعالى سمى الموت بمصيبة الموت، ولا توجد مصيبة أعظم منها أو أكبر منها، ولكن حينما يكون هذا الموت إنما هو شهادة من الله سبحانه وتعالى، حينما يكون هذا الموت هو رضوان من الله سبحانه وتعالى، حينما يكون هذا الأسر من الله عز وجل، حينما هو اصطفاء عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى نظر إلى قلبه إلا إذا كان من أهل الصلاح، إلا إذا كان من أهل الفلاح، إلا إذا كان من أهل الرضوان. الله سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء الناس اصطفاء واختاروا المدرسة، فهنيئا لمثل هؤلاء الذين فازوا فوزا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. خلي قبل ما بصحوا يشوفوا يا شيخ، لان النفس الى موت، ولان النفس الى موت، ولا بد ان تنتهي هذه النفس في يوم من الايام. شتان ما بين الله وانتقال، شتان ما بين نهايه ونهايه، شتان ما بين نهايه ان تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، ان تكون من الاحياء عند الله عز وجل الذين هم يرزقون. خليك اقعد. الله اكبر، تكبير. الله تسرح في الجنان ويرزقها الله عز وجل رزقا لا نعلم كنهه ولا نعلم سره، ولكننا نعلم انهم احياء عند الله عز وجل، هكذا اخبرنا الله عز وجل، فلا نقول انهم في عداد الاموات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك، لا نقول بأفواهنا ولا بشفتنا ولا بإحساساتنا ولا بغير ذلك، إنما هم في حياة أخرى تختلف عن حياتنا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لذلك كان لابد لهذا الإنسان أن يصبر وأن يتحمل على فقد العزيز وعلى فقد الحبيب وعلى فقد الولد وعلى فقد الوالد وعلى فقد الأم وعلى فقد الأخ وعلى فقد الأخت، أن يكون من الذين يصبرون في هذه الحياة الدنيا، قال: حتى ينال الأجر والثواب كاملا عند الله عز وجل. لأن الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بعد الصبر، فمن صبر فله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: لذلك حينما يأتي أهل البلاء يوم القيامة، قال: فإذا بأهل الجنان ممن لم يبتليهم الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يغبطونهم على عطاء الله سبحانه وتعالى لهم. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بمعنى أن الله عز وجل يصب عليهم الأجر والثواب صبا كالنهر المتدفق، فلا يتوقف عنهم الأجر والثواب وعطاء الله عز وجل حتى يقولوا هم: ربنا اكتفينا. يعني لا يقطع الله عز وجل عنهم العطاء أبدا حتى يقولوا هم: ربنا اكتفينا. قال: فحينما يرى بقية أهل الجنان
ممن لم يتعرضوا لابتلاءات كثيرة هذا العطاء، فيتمنوا أنهم في الدنيا كرضوا بالمقاريض ونشروا بالمناشير وحملوا على الأخشاب، فكيف إذا كان هذا الإنسان قد فقد عزيزا، فقد قريبا، فقد أخا، فقد حبيبا، كيف يكون عطاء الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة؟ إذن لابد من أن يستعين الإنسان بالصبر، والصبر إنما هو مزود للإنسان، إنما هو بمثابة طاقة لهذا الإنسان تدفعه لأن يستمر في عبادته وفي طاعته وفي حبه لله عز وجل. لكن هذا الصبر قد ينضب أحيانا، وقد يضعف أحيانا، وقد يتراجع أحيانا، لذلك أتبعها الله عز وجل بقوله استعينوا بالصبر والصلاة. فلا بد هنا من أن نتوقف قليلا عند الصلاة التي ضيعها كثير من شباب أمتنا، والتي تغافل عنها كثير من شباب أمتنا، والتي ورد ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل، والتي تعتبر مزودا آخر لهذا الإنسان. قال كيف تكون مزودا لهذا الإنسان حينما يضعف الصبر؟ نعم، قد يضعف الصبر عند هذا الإنسان، فإذا به يصلي لله عز وجل، والإنسان حينما يصلي هو على صلة بالله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يصلي ووصل ما بين هذا الإنسان الذي هو على وجه الأرض وما بين السماء، إذن ما قطع صلته بالسماء. لكن كم من الناس من قطع صلته بالسماء؟ أحيانا بقول يا رب يا رب يا رب، لكن بيصليش، وهو قطع صلته بالله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل، يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى، فإذا بهذه الصلاة يعني تعينه وتساعده وتقويه وتدفعه إلى الصبر باستمرار. فالصلاة إنما هي مزود آخر من المزودات الرئيسية لعملية الصبر ولعملية التحمل. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن. فالحياة إنما هي دار ابتلاء، إنما هي دار محنة، ولا تعتبر الحياة دار جزاء، إنما دار الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلت أنت فيها؟ ماذا عملت فيها؟ ماذا أخذت من أوامر الله عز وجل؟ ماذا اجتنبت من نواهي الله سبحانه وتعالى؟ هذه حياة قصيرة سرعان ما تمر وتنقضي، وحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما أعطت فهي حقيرة. هكذا ينبغي أن تفهمها، وبالحصر النهائي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون الحساب عند الله عز وجل. فنسأل الله العلي العظيم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض بين يديك يا رب العالمين. اللهم عليك توكلنا فلا تكلنا، وببابك وقفنا فلا تطردنا. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذهم أخا عزيز مقتدر يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وداوي وشافي جرحانا ومرضانا يا رب العالمين. اللهم خفف عن شعبنا وعن أمتنا ما هم فيه. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تفقد لهم راية، لهم عبرة وآية يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، إلى أرواحهم وأرواح جميع المسلمين لهم منا جميعا ثواب سورة الفاتحة.